London, as everyone knows, is a world capital city. There's an awful lot to do, and the Metropolitan Police have. ولكن ولا وذا ما عرفت وذا وذا جي ما هو شنو انت سيكون لسنتها انا بحب ان اقانا اذي كذا انا اقول Fifteen years old and older, and I'm using that as an age because 15 has a specific meaning. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يلا كسر له هذا مرة بعد برنامج كريمها بالشدة واحد داود كان غيبتي هروكو بحيث أفكا الصومالية علماء الدين كلا دولة الصومالية نكوري سنيني إمن كالله سبحانه وتعالى فضلي قيسا وقادو حال السودية نكسو قاري الله بدي شيخ ونويدين شاقني الله بدو بها كان عاوة إن لجوغ عن أهل علماء الصومالية إيه سوي جرى علماء كسر العالم كإسلام كوكالة سيد الدلك السعودي وكالة واحد أكتين شيخة إنو يهي شيخ أن دروي ده يادي ياري اعتراف سنة هاي علمي دينة إسلام كان الله قدم بيو لانا ويديه سؤالها لبحين وايي والغو ويديه دينة إسلام كسي لو حلو حلو وهلو شيخ ايا وحكو جوغا مقاردا لندن شورت فيزيد إن شاء الله تعالى وحانو إلهي وقام هذا علينينا بفضله وبكرمه إنو مارك تمركلا نوسو عليو أورا نوحف دم إن شاء الله إنو نوحف دي إن شاء الله تعالى أنا أسأل شيخ خصوصاً بحكم سلوينا برنامجك إذن كوكا غيب غالن دون أخذك تلافنك إن شاء الله وتعالى داتكي ناف عربي يقانا تكو يدين دون تان أف عربيد داتكي ناف أف صومالي إن شاء الله وتعالى أف صومالي كو يدين دون تان حدا هذا لبدا من نقولين أف إنجليز كنا كو سهلين يهي أن أهلا وسهلا بهم كلنا هاي أن شكو سلو هذا الشيخ أن عثمان لبدين برنامجك بارك الله فيكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طبعا اولا نرحب بشيخنا الشيخ عايد القرني رضي حفظه الله فباستضافته معنا هذا الاستوديو الليله وهذه فرصه للاخوه الصوماليين ان يستفيدوا بوجوده معنا في استوديو فنقول له مرحبا بك في استوديو شيخنا ان شاء الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وبعد أنا سعيد هذه الليلة أن يخاطب الشعب الصومالي العظيم شعب الإسلام والإيمان والقرآن وإنني أقول لهم كلمة هي أحملها في قلبي أنني أحبكم في الله وأنا سعيد من لندن أنني أكلم الأخوة في الصومال وقد التقيت بكثير من الجالية الصومالية هنا في لندن في أكثر من مسجد وذكرت في المحاضرات هنا أنني أعجبني شباب الصومال ورجال الصومال في محافظتهم على دينهم وعلى قرآنهم وضربت أمثلة في قصص النجاح من الصومال الذين أتوا إلى هنا ثم حفظوا القرآن وتعلموا الإنجليزي وساروا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى فأقول لشعب الصومال أرجو من الجميع أن نفهم قوله سبحانه وتعالى ادخلوا في السلم كافة ونطبق هذا في حياتنا لأن الله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين والمسلم هو من سلم المسلمون من لسانه ويده سمانا الله المسلمين والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده فأيها المسلمون في الصومال هل امتثلنا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام في قوله إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا هل امتثلنا هذا القول منه صلى الله عليه وسلم في حياتنا وهذا الحديث في صحيح البخاري وصحيح مسلم طيب بارك الله فيك شيخ شيخ ملكه هو روحي راح ادي وادي وفرحسنا هي بوغشدي ان كويمد لندن ان كويمد سيدان كارك شعبك الصوماليات وشعب مسلمة سيدي وحفدين دينته دي وحفدين جوتان كي جوان ودمدا غرباتك ان كواركي تاسو حي وغتهني دينا ويرادة وفرحسنا هي ما انت انا شعبك الصوماليات ان لهدلو وحن أشيء أولي حسوسنا شعب الصوماليات إلهي سبحانه وتعالى إنه نقل ضد مسلمين هو سماكم إلهي سبحانه وتعالى إنه مقعابي ضد مسلمين مركة تاس أي فانك أغفلا سيدوك لو حشيقنا حسوسنا يا حديثك النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وقل إن أموالكم إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمتك يومكم هذا وأه إن ديقين إمالكين إلهي سبحانه وتعالى حرام يقول لي سيدو ما أنتو كلا أو حرامي إن حرمضان وإلهي سبحانه وتعالى بركي مركة شيخة مركة وهو آدي آد نجوبه قادنا يا إن الإلالين ولا تنم الإسلام كإن الإلال اسمر كاسنا حديث كاس النبي عليه الصلاة والسلام وصحيحين كقصة أروري إن هاينو إن شاء الله إخوتي في الصومال كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صادقا من قلبه حرم دمه وماله
وعرضه وحسابه على الله، هذا نص الرسول الله عليه وسلم في ذلك. ثم هذا المسلم قد يكون يخالفني في المذهب مالكي شافعي حنفي حنبلي، أو يخالفني حتى في المنهج الدعوي إخواني سلفي تبليغي، أليس مسلم؟ أما قال لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أما حرم دمه؟ أما حرم ماله؟ أما حرم عرضه؟ ماذا يقول ربنا سبحانه؟ واحذروا يا إخواني من فتنة الدم، دم المسلم أغلى شيء. أنا رأيت في حديث الحسن أن الرسول الله عليه وسلم يقول لو اجتمع أهل السماوات والأرض، هذا صحه الألباني، لو اجتمع أهل السماوات والأرض على قتل امرئ مسلم لكبهم الله على وجوههم في النار. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث الحسن وهو شاهد الكعبة ما أعظمك وما أجلك والذي نفسي بيده للمسلم أعظم حرمة عند الله منك. فبالله عليكم قطرة دم من مسلم تسفك، أو حتى من غير المسلم غير المحارب، غير المحارب من أهل العهد، يعني أهل الذين بيننا وبينهم عهد وأهل الكتاب. فقل لي بالله كيف نلقى الله سبحانه وتعالى؟ وسوف أشرح لكم حديثين بعد هذا الفاصل مع الترجمة، حديث علي وحديث أسامة. نعم شيخ قير الله سيو وحك هذا يا قفك مسلم كأه مركز ديجي سي مالكي سواء حران أو كايه، حتى هدو قفوا حساب تيس إلهي سبحانه وتعالى يا كقاضنا يو ما هقفك إنه قاضو سيدو كلوح ونحسوسي نبغى شيخ قير الله سيو إن أفكار تلسكو خلاف كره، حتى قف كادو حجري ومذهب أكو خلاف سنة مذهب شافعي هذا مالك هذا، حتى فكري وطيارة هذا ما إخواني هذا أما سلفي هذا أما تبليغي هذا وحلي هاي ما إني كلقي سو مسلمات يا كون وحكستا وحكستو هوس لسكاي خلافه. وحنلحظ في حديث النبي عليه الصلاة والسلام حديث شيخ الباني صحيحي والنبي عليه الصلاة والسلام ونقول دقايو فتنة ديك إلهي تقفك مسلم كلاو قلايو ودايو هدي كل مان أهل السماواتك أرضك هدي كل مان إسكو وافقان إني قف مسلم نفتد إيقويان إلهي سبحانه وتعالى عذابك أيو أفكو قلنا يا حديثك سيد وكلا. وحو نحسو زي حديثك يا نبي عليه الصلاة والسلام إنو كعباد الله هدلي وقويري وحرمد هذا ويبو ينتهي، لكن وحكا وين مؤمنك دي قيسة أما قفك مسلمك أياك شرف بدن مركا أرنت الشيخة عيار كما أها وحو لجي إذا إنو نقبر رجيو ذات كان مسلمين تا ومان تا ان ديغو دا سنايو او شبه يو دد ان دينتا ان ساس او فهمينين كا قادنايو اني اسكا الىليان اني قف مسلمه ديغيسا اي كو حد غدبان. انا منزعج لاني اشاهد التلفزيون بعض القنوات واذا الصومالي يحمل الرشاش بيده ليقتل صومالي بحجه واهيه ويسمي نفسه مجاهد. طيب الصومالي الذي امامك يشهد لا اله الا الله حتى لو اتى بالمعاصي لو ارتكب الكبائر هل يجوز لك ان تقتله؟ من أباح لك ذلك؟ يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حمل علينا السلاح فليس منا. وصح عنه صلى الله عليه وسلم عند البخاري مسلم قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. إذا اقتتل إذا التقى المسلمان بسيفهما وقل برشاشيهما وبمسدسيهما وبمدفعيهما فالقاتل والمقتول في النار، حرمة الدماء. هل سألتم أنفسكم يا من يحمل الكلاشنكوف ويقولنا نقاتل نحن في سبيل الله؟ ايه في سبيل الله؟ انت الذي تفتي نفسك انه في سبيل الله، انت تفتي نفسك ان قتيلك شهيد انت، وان اخاك هذا المسلم الذي امامك انه هو في النار. من افتاك بهذا؟ هل الله سبحانه وتعالى يعذرك بهذا؟ هل الله يقبل حجتك يوم القيامه انك تقاتل؟ حتى الحكومه الصومال حكومه مسلمه الان التي نعرفها، طيب ولو اتت بمعاصي هل تكفر؟ هل يحمل عليه السلاح؟ افرض أنه أدى لهم اجتهادهم أنهم يستعينوا بقوة مثلا خارجية بقوة من أمريكا أوروبا، هل هذا مكفر؟ أينكم يا علماء الصومال؟ علماء الصومال علماء عظام، علماء أقوياء. أنا ذكرت علماء الصومال قبل 20 سنة في شريط مصارع العشاق، وقلت أن براءة كذا نصها براءة من الله ورسوله لزياد بري قتل علماء الصومال، شنك علماء الصومال والشنك عند مالك حرم، كنت أظن مالكية، فلما جيت إلى لندن صحوا الإخوة قالوا شافعية، الشنك عند الشافعي أيضا حرام وعند العلماء المسلمين. فعلماء الصومال أما استفتيتموهم؟ وأنا لقيت علماء دعاة ينكرون هذا، علماء السعودية وعلماء الأزهر وعلماء الشام وعلماء المغرب لقيتهم ينكرون هذا القتال في الصومال ويرونه حرام بالإجماع. نعم شيخ سلوك الوحوكة هذلي نوحو يري مركان أركو آد بانو عروضا أما أن أول ولا
markaan arko nin Soomaali ah oo qori haasta oo qof kale oo Soomaali ah oo muslim ah anagu oo shacabka Soomaalida inay muslimiin u dilayo asoo wuxuu jiga dhiganaa inuu jihaadayo wuxuu ku leeyahay markii yaa ku sheegay adiga inaad qof muslim ku jihaadid halkay ka keentay qof muslima hatta wuxuu ka soo qaatay sheekha mithal ahadiisna nabiga kaleeyhi salaatu salaam hadiiski saxiix ah idal taqal muslimaanu bi sayfihima fal qatil wal maqtul fi an-nar ee dhahay nabiga kaleeyhi salaatu salaam hadii muslim muslim kale oo seef u qaato ama qoro u qaato labadooda naarta ay galayaan hatta in ay saxaabada ay weydiinaan fama baal maqtul markay ilaahay fa inuu kaana xariisan ala qatl aqihi idan sidoo kale wuxuu na xasuusiyay sheekha qeer allah siiyo in qofka oo dadka dilay oo dhahay aniga dadkan aan dilay naar kuma galay ninkan dilayna naar ayuu galaya ama qofkaas waa diinta ka baxay halkuu ka keenay xujadaas halkuu ka keenay hatta wuxuu leeyahay xukuumadda Soomaaliya hadda jirta haddii shacabka Soomaali weey ninka dadka xukuumadda ku jira halkee lagu banaystay dhigood in la bada ka soo qaad way qaldameen gaala ay u yarteen gaaladaas ay u yarteen macsi ay ku dhaceen miyama soo macsi oo inay gaal laga dhigay keenaysa weey halkee dariirkeeda ay ka keenan ayuu leeyahay sheekha sheekhu wuxuu is weydiiyay marka ayna culimada Soomaal culimada Soomaalida sidoo kale wuxuu qiray sheekha in maanta ay culimada Soomaaliyeed iyo kuwa maghrib iyo magriba ay isku waafaqsan yihiin in dhiigga muslimka inuu xaaraan yahay marka in maanta oo dad muslimo islaaynaayo oo cadawna ka faa'iideysanaayo muslimiinta caar u keenay inuu arko sheekha aad baa ugu galgashaa u yiri wuxuu na xasuusiyay waagii dawladdii hore jirtay inuu xataa gabay tiriyay oo dhahayo culimada waagii la dilay in ay arintaas ay banaaneen dad culama ah marka sheekha wuxuu nagu bogaadinayaa inaan nafteena ku laabano isla markaasna culimadeena diinteena aan u hoggaansano oo ilaahay subxaana tacaala kaga baqno aan fiirinin ahdaafta gaarka aan leenahay xadiidu usama fi sahihayn usama ibn zayd qatala al-kuffar jahat juhayna jahat al-bahr al-ahmar فأتى مشرك وقتل المسلمين فلما رفع أسامة سيفه يريد قتل هذا المشرك قال المشرك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وقتل من المسلمين ولم يصلي إنما قالها فقتله أسامة قال فأتيت ورجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فتغير حتى ما أدري هل رد عليه السلام أو لا قال صلى الله عليه وسلم قد أخبره بالخبر قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال أسامة يا رسول الله ما قالها إلا تعوذا يعني عشان يمتنع أو يحمي نفسه قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله قال يا رسول الله إنه قتل في المسلمين وقتل قال قتلته بعد ما قال لا إله إلا الله من لك بلا إله إلا الله إذا جاءت تحاج عنه يوم القيامة قال أسامة فوددت أني ما أسلمت إلا ذاك اليوم هذا وهو في سبيل الله ومشرك وقتل المسلمين بالله عليكم أهذا الذي قتله أسامة أقرب للإنكار أم المسلمين الذين يصلون في الصومال ولو اختلفوا معكم في الرأي اختلفوا معكم حتى في الأعمال حتى كنوا أتوا بالمعاصي وأتوا بالكبائر كما قلت هذا حديث أسامة حديث علي أيضا في الصحيحين قال أرسلني صلى الله عليه وسلم إلى هود فأعطاني الراية فأخذت هرول يعني أمشي سريعا قال على رسلك وادعهم إلى لا إله إلا الله هم يهود ادعهم إلى لا إله إلا الله وأني رسول الله فوالذي نفسي بيده لن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم الجهاد يا أخوتي في الصومال جهاد العلم الآن البناء الدعوة الأمن أنتم بحاجة للغذاء بحاجة للكساء بحاجة للدواء بحاجة للتعليم بحاجة لكفالة الأيتام بناء المساجد الجهاد يا أخي الآن الصومال ممزقة في فتنة في قتال في دماء وتزيدون الجرح جرحا تحملون السلاح وأطفالكم الآن يعني أشرفوا على المجاعة أمام العالم مات أناس كثير بسبب المجاعة فبدل ما تسعون في جمع الصف وتوحيد الكلمة هذا يحمل سلاح في وجه أخي وهذا سلاح أين العقل وأين العلم وأين الرشد بارك الله في الشيخ الشيخ صدوك لو حنا حسوسي ومثال أسوقاتي حديثك أسامة أسامة واجد دقال عدو اللي قول جري أيو نين أيو دلي نين أكوري يميد مركو سير سافة كدل أيو نينك وحويري لا إله إلا الله markaas wuxuu yiri Usama uma abayeen uu dilay Usama Nabiga Cali (saw) ayaa fariinta la soo gaarsiiyay hatta Usama u dhahayo Nabiga Cali (saw) hatta markaa salaam salaanta iga ma celinin oo yiri aqatalta baad aan qaala la ilaha illallah ma aqataltahu baad aan qaala la ilaha illallah ma waxa dishay markii uu la ilaha illallah ka yiri markaas waxaan ku yiri rasuulka allah asaga niyi kama ahayn inuu tawxiidka qaato bal kaana mutacawidin seefta ayuu ka gabanaya kale inaa daayo ayuu doonayo nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri marka ugu dambeysa ku yiri maxaad sameynaysaa qiyaamaha hadday ku timaado la ilaha illallah
أي كوتي مارو روايلك لا يحل الله شقاقة قلبه قلبي يسمات جحري وحياة ما حصل كله ساس دراد دا يحكم أسامة وحلاق سوري نويري وحان جعل يستوير ما نكاس كهر ناسو إسلامي مركو كو أركي نبغى عليه سنة أردس كو علينا شيخ سيدو كله وحنا حدث حديثك لأن يهدي بك الله رجل واحد حديثك علي أن الله دي ردتك يهودها إنه نبغى عليه سنة دقدقين مركو هر أوشك إن إلهي كري نوجره إن أنيك رسولك الله أهل كذب أيوة حديث كان حسوسي وخلقه في إنه إلهي كقصة هنوليو أيها كخير بدن أن حمر النعم قيل جذوذا سيد حديث كقصة عروري سيد وكان شيخ وحنو يدينيا حلي مدت ك أسامة من قال أول عدو كل مسلمين تدقال كقصة ورجيد من كل تانو ردتك مسلمين تصومالية هذا جو مساكين تا لمن أي أن ما كل تا ما والله نكاس أيها قالها ومركب كلمة ذا وحتى لك شككير لك شعب أنت سخرني مسلم آه إنا معصيه قال أكو حكمت إنه مرتد هاي دينت أكسرتيد وحلا يا مرك أين العقل عقلك قوي ودينت قوي بس جهادك حجك اللي جن إنسان جهاد النفس أي جر جهادك علم اللي هو جهاده بس ما له يا لا تعجبوا يري مرك أنا الكوير إني جاجي ولي من أيان عالم كده لا أيان هلو قرمزو أين إدت كود إسلام أيان حجك هسي أو صوبه قيامة إلهي سبحانه وتعالى لي جسدك ويدنيا وحلا يا مرك هلا قد تكتون هذا إن أدم أنت شبهين كسر كله أتكون ولا تام بس عقلك النسو عليا أو دين تان على قربنا أيوة شيخ. أنا وجدت المجاهدين الصادقين الصوماليين في لندن، وجدتهم في بناء المساجد، في تحفيظ القرآن، في الحجاب، في تعليم الناس، في إطعام المسكين، حتى إن أكثر من استقبلنا في لندن هم الجالية كما أعرف الصومالية. أنا رأيت شابا من الصومال اسمه محمد عمر حسن قبل أسبوع يكتب في نجاحي قصة، يقول كنت أنا في مخيم لا أفهم شيء من العربي ولا حرف، ووجد شريط لي اسمه فاعلم أنه لا إله إلا الله، فكرر هذا الشريط كثيرا ثم قال تعلمت العربية لأحد المشايخ ثم حفظ القرآن، والمشايخ كانوا معي ويروي القصة وسمعنا القرآن، ثم حفظ القرآن بالقراءة السبع، ثم تعلم الإنجليزية، ثم سافر إلى الهند، ثم أصبح داعية وهو يعلم العربية الآن في لندن، فيهدي الله به أمما يدخلون في الإسلام. أليست قصة نجاح؟ أو الذي يقتل يحمل الرشاش ويقتل إخوانه بحجة الجهاد في سبيل الله. أقول أين ينبغي على علماء الصومال وطلبة العلم والدعاء أن يؤسسوا جمعية اسمها ادخلوا في السلم كافة. وقد قلت للإخوة في الليبيين، وقام الدكتور علي الصلاب الآن في ليبيا مع لجنة كبيرة اسمها لجنة ادخلوا في السلم كافة، المصالحة بين الصوماليين، جمع كلمة الإخوة، نزع السلاح فيما بينهم، بناء الصومال الجديد، صومال الأمن، السلام، التربية، البناء، الحضارة، التمدن على الكتاب والسنة، هذا هو الذي أمرنا الله به. حتى أن الواحد الأحد أمرنا إذا رفض الطائفة وحملت السلاح على المؤمنين أن نحمل نحن عليها نردها. يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله، ترجع إلى الحق. بارك الله في الشيخ. أهل الشيخ وحجري جهاد هذه قبل الشيخ حقيقة وحور جهاد مجاهدين وصادقين ضد جهاد وحنكو أركور لندن ضدك الصوماليات أو لندن جوغة وحجري وضد مساجد الإسائية وضد مانتا أن دينتي حفظي قبل هو هذا الأرقت حجاب كودي رقا هو هذا الأرقت حفاظ القرآن هذين يخان أي أنكو أركي وحور وضدك وبضان أي سوء لوي لندن يقول سوء لوي وحور مثال وصوقاتي قصو كشيكي ويلا دهاي محمد عمر حسن أو صوماليات أو كل كل من لندن وحوي نكاس وحنا أقدر بيا مثال أسوقاته مركزته ناجح أو ما أنت إن إن الجودة يصير إيه ونعكسنتها وحوي إيش يقول يري إنه قو عربي أو قارن أو قارن وقت وقت يصور وجوه كي يصومال بركون جوه كدبنا ودقيسن جري عجل وشيخة إن ودور كلية وكو على علي جري إلا أمريكا دنبا وعربي كبرتي لندن ويميد قرآن كوكو حفظيه بقراءة سبعة أيو آخر رياء مرك هدنا وحوي هندي أيو ضد لغة عربي كبرى أليس هذا نكاس وما كاس مية ونكسن ويرمانتا أو دينتنا وحتري نفتنا وحتري ما سكن قرقة هاستا أو دنك ويركز دي لأي أصول لأي جهاد كجرة حقيقة وحو يروح جهاد كجرة كان لندن جوغ أي جهاد كجرة ليكرا أي شيء قيري سازدرا دي دوحو كبوري علماء الصوماليات إني أساسان أما إدسان جمعية واللغو مقعاو جمعية ودخلوا في السلم كافة ولا هايو ورهج النبض عن قاضن كل جن النبض قاضن محي الإسلام ك سواسل سلسكو حيرن إن كحكا إلى كلام نقد وحكون أحسن وتقول في السلم كافة إن سيد ليبيا أي سمايان أو صومر أو شيخة أو كهلا سيد وكلا إن لقاه الله سيد هو كلوري لها اسم مركزنا أي مصامالي أي اسم قلان محي الهدى أي اسم قلوايان هذا ويدت كلا كتلقى عضنايان وهذا ويكفى إذا سنة مركان
قلب قلب كل دكتور وش يغير أين اسم قلان ومانت الدين تعبت بعديان أيه وكبر ويسيد وكره وحير أن نجم مسلمين تلوان الأمر وإن طائفتان من المؤمنين اختطوا إلى سبحانه وتعالى أيد سوسود يسرد في سورة عجرات أو ده إن إلى سبحانه وتعالى لا بقول هذا إذا قالان فأصلحوا الصلح اللي قد حصل معه وينوي المركة دور كاس وحاس كل العلماء بالمناسبة أن أنا أذكره شيخ قبل قليل كان هناك يعني رئيس هيئة العلماء الصوماليين وهو مقيم في لندن الشيخ بشير السرات وهو كان أسسوا لهذه الجمعية وسنخبرهم إن شاء الله أنهم يستمعوا هذه الجمعية ويدخلوا في سلم كافة وكانوا يسلم عليك هذا بالأمانة نعم. كان سمعنا شريطه قبل أن تأتي فكان يسلم عليك الشيخ بشير سرات نعم نشكر الشيخ بشير سرات ونبلغه السلام أنا أقول يا أخوة البث في قناة العربية وقناة الجزيرة قصة مؤثر أبكت العالم هزت الضمير الإنساني من الصومال صحفية فرنسية شوف غير مسلمة دخلت تصور في مخيمات اللاجئين وهم يموتون أمامها فلما كانت تصور الأطفال كان أحد الأطفال الصوماليين يتدحرج على الأرض فألقت الكاميرا ورمت بنفسها على وجهها تبكي ألقت الكاميرا وألقت بنفسها على وجهها تبكي الذي يحمل السلاح هناك ويقتل إخوانه هل فكر في هذه في هذا هؤلاء الأيتام والجوعى هل فكر في هذه المخيمات ما سبب تشريدهم ما سبب هذه المجاعة هو القتال الرصاص كل يريد يفعل زعامه وكل يرى أنه أمير المؤمنين وكل يدعي أنه سوف يحكم يا أخي بعد ما تحكم بالخلاف وتحكم بأمير المؤمنين بعد ما تقتل الناس بعد ما تذبح عباد الله تحكم على دم تحكم على جثث الكون بني على العدل من الله سبحانه وتعالى يقول جل في علاه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له جهنم وساءت مصيرا اتقوا الله يا إخوة إلقوا السلاح واذهبوا إلى المخيمات أطعموا الجائعين شاركوا في التعليم حفظوهم القرآن اكفلوا الأيتام ابنوا المساجد أعيدوا الصومال الصومال من 30 سنة أو نحو ذلك تقاتل عجيب وسفك للدماء فنناشد العلماء مثل الشيخ بشير والشيخ أخي الشيخ الفاضل والمشايخ الحضور من أهل العقل ومن يسمعني أنقذوا يا إخواني إذا كان أنا استشهدت يعني إذا كانت امرأة فرنسية تبكي وتلقى الكاميرا يا أخي هز ضمير العالم يا أخي أبكى المعمورة فأين الرحمة في هذا الإنسان الذي يواصل يوتم الناس يواصل يقتل الآباء والأمهات علشان يكثر الأيتام بحجة أنه سوف يقيم الشريعة بعد ماذا تقيم على ماذا الشريعة بارك الله فيك طبعا شيخ وحو حسوسي قصة وقناة جسيرة يعني كشيخ ويروه وحو أركي قبر فرنسية أو صحفية وقاجدي وحس دوبيسة اسلام الكاسنا عنو بيار هرتي كل منايو كاميرا دا ايه تورتي ملك ايه عمد قشتي ايه ايه قل قلتو يرمركا نين كان قرية هاستو ايه ذو مسلم نهين قبر داس وحس دوبيسة ونين كان مسلم نين كشيخان ايه ودوني انو كرسي هلو أما هو زعامة إنه نقضوا أما هو نقضوا من أن أمير المؤمنين نقضوا وأصدق الله قدم بيقولوا إلى ولاي إمارة سمينة دهيو مي هو جيدين دتك لمنايو هذي دتك الانتان ما هو أمير ونقنا يا رشيخة دتك ميدتك وما هو نقنا يا ولذلك هو حسوسي وما يقتل مؤمنا متعمدا فجزا هو جهنم إلى أيديس أي حسوسي منك إن المؤمن كس أدرا جساجيس وجهنم إلى عرديس أقول عيسو إن عذاب وإله سبحانه وتعالى وقلنا يا sidoo kale wuxuu leeyahay marka een yaan yaalf yaala fiirinin waxa aad rajid ha fiirinin laakiin ummada waxay rabaan la fiiriyo isla markaasna caalamka uu ku daalay 30 sano ay ku socotaa in dhiiggu Soomaalida u daadanayo oo dad kale ay ka sugeeyaan wax u xalliyaan culimada oo Sheikh Bashir uu sheegay iyo culimada faafadil dhanba in arintaas u istaagaan een anagana insha Allah dadal uu jira sida Sheikh uu sheegay hadder وونا ان وصعنا ان شاء الله الهي رحمه يسنا كما قوسنا انه شيخ و خن لا يمركا بل اسكو لابنا امداس ديغيد البنيسنايو يا مسؤوليته قاداي نعم كنا انا والشيخ الدكتور يحيى الهنيدي والشيخ محسن الزهراني قبل 3 ليالي في محاضره فلما خرجنا من المسجد واذا بشاب صومالي يعترض عند باب المسجد ويقول لنا ان الذين يجاهدون وانتم تنكرون عليهم ويقاتلونهم في سبيل الله لأن هذه الحكومة كافرة قلت كيف تكون كافرة قال لأنها تستعين بأمريكا والغرب شوف المكفر عنده أفتى نفسه وأصدر فتوى للمسلمين
قلت طيب افرض ان استعانت وان اجتهدت او جاء من اثيوبيا او ناس او قوات من النيتو او قوات من، هل هذا يكفر هذه الحكومه ويخرجها من الاسلام ويبيح دم من المسلمين؟ فاخذت اجادله بالادله وبالبراهين، قال لا، ما دام استعانت هو من نفسه، هو لو كان هناك بيقاتل طبعا لكنه في لندن، فما دام استعانت. قلت يا اخي هذا يحتاج الى علم، انت درست العلم، الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لا يجوز لك، حرام عليك، اتق الله. فإذا كانت هؤلاء الذين يفتونهم شباب لم يتعلموا العلم، يخردون العلماء. يقول سبحانه وتعالى فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ردوا إلى علماء الصومال، ردوا إلى المشايخ الأمر، ولا تفتوا أنفسكم أنتم. بارك الله فيك شيخ. وحيرو أن هبين هبين هذا كميدة أصدقائي الدكتور يحيى الدكتور محسن أيوة أي مساجد لندن كجال هبين هذا أنني جوجين تبع الشيخ محاضرون بحنايين أيوة حيرو الباب كحنو نساجد نلجرة أو الصومالية أصوب هيا دت كان أو إلهي أو دقالة ودقالة مايو وحي إلهي جهات كيس كجران إذا كانوا كسهور جدا مركز سبحان كويري محي يلا دقالة مايان مركز دولة دي وحصلنا وقالة محيالي وحي قالة أي كنسدين مركز سبحان كوير معصية كل دعين أي كقالو بيان مركز كوير وحار كيسان شعب عن علم اللهين أو إسكيف طوانا ونفتي زكوف طنوانا وأصدق إنه مجاهد أسكدا دعي أما دلتك كالكدا دعي علم بدن عن لهين يعني شيخ بشير من هداي ومقليسين عجل كيسي يعني اسم مركزنا مجرد معسيل هو قال أيوة حقول لي هاي أن قال لك يعني أما يوتيوب يا لك يعني أما مريكان كي كالمستين أيوة كوجوا منك دنا يرها مركز ساسا من كفريو وحلينه مركز فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إلى أي جزء يسود للسري هدي أد علم اللي هن وردتك علم علماء وأنا أقول الله بتان ولو ردوه آيتك على إلهي سبحانه وتعالى وحلي هاي أنا بدتك منافقين تحلوية قانا أمن أرنت مع بدتك أي وحلك مرجفين تدتك كفافيان لكن هذي وصل علي لهايين بدتك أهل العلم يقع حكم كجواب تسيهر لهايين. بارك الله فيك. نواصل ولا أسئلة الآن؟ باب الأسئلة نفتحها إن شاء الله الآن. طيب الآن أنا أشكر المشايخ، طبعا أشكر فضيلة الشيخ على حسن الترجمة وأشكر الاستضافة وأشكر الأستاذ محمد عمر أبو خالد على نظم هذا اللقاء وغير من المحاضرة، جعل الله ذلك في ميزان حسناته. وبارك الله في اخوه زملاء الدكتور يحيى والشيخ محسن ومن حضر، ونست يعني نرحب بالاسئله يعني. طيب طيب الاسئله في اطار الموضوع؟ نعم في اطار الموضوع ان شاء الله. ما في اسئله خارج الموضوع؟ لا. يعني اطار الموضوع. اطار نعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام. الشيخ أشكرك إن شاء الله جزيل الشكر لأن أنت أستاذنا، كنا نستمع أشرطة يعني تحت عنوان لماذا خلقنا، يعني أنا أشكرك إن شاء الله أنت أستاذنا. وسؤالي وجه إليك إن شاء الله، قبل شهرين يعني حصل في مقديشو انفجار كبير يعني ضخم كبير، يعني كان هذا الانفجار يعني تأثر يعني أناس كثير يعني من المسلمين. هذا الانفجار يعني وقع في مقديشو قبل شهرين وماتوا فيه أكثر من يعني 30 أو يعني 40 من الطلاب يعني، وفي هذا الطلاب بعضهم يعني كانوا كفار يعني وبعضهم كانوا يعني يدرسون، وفي امرأة حاملة. وهذا الانفجار الذي حصل في مقديشو، بعض الناس الذي يعني أدوا هذا الانفجار يشتكون أنهم يعني حصلوا جهاد في سبيل الله يعني. هذه الفرقة يعني ماذا نسميها؟ نقول هذه الفرقة فرقة زي الخوارج يعني، لأن الخوارج هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان، يعني هذه يعني فرقة هل نقول لهم زي الخوارج يعني؟ وهذا السؤال. والسؤال الثاني يعني أنت كلمت يعني قلت يعني الحكومة هي التي استعانت بعض يعني دول جوار يعني زي إثيوبيا وكينيا، هذه الحكومة يعني هل يجوز أن نقول لهم هؤلاء الكفرة يعني؟ هذا السؤال الثاني إن شاء الله. جزاك الله خير. شكرا على المشاركة الطيبة، حبك الله والذي حبتنا فيه. أما السؤال الأول يا أخي، في مسألة التفجير، هذا عمل عدواني وإجرامي ومحرم شرعا بإجماع علماء الإسلام، لأنه استهدف مؤمنين مصلين، وكذلك ذكرت أنت في حفاظ وأطفال، فهذا لا يقره مسلم.
أما الذي أما هو جهادنا هذا جهاد في سبيل الشيطان ليس في سبيل الرحمن، والذي قام به لا نسمي، نحن لا نريد نحل المشكلة ونذهب نزود المشكلة نقول هؤلاء خوارج وهؤلاء كذا وكذا، نقول الكل في الصومال مسلمون، تعالوا يا من يحمل السلاح إلى الحوار، تعالوا إلى كلمة سواء كما قال سبحانه وتعالى، حتى الواحد الأحد جل في علاه لا إله إلا هو يقول يا أهل الكتاب غير المسلمين تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هل لا نعبد إلا الله ولا نشرك بشيء، تعالوا إخواني الحوار، تعالوا إلى قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى غير المسلم يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. كيف إذا كنا مأمورين مع اليهود والنصارى نجادلهم بالأحسن والكلمات الطيبة وقول الناس حسنة حتى مع الكفار غير أهل الكتاب، كيف أخوك المسلم ما تجادل وتحمل عليه السلاح؟ هذا ليس جهاد وهذا محرم شرعا وارتكاب إجرام. هذا جواب السؤال الأول. أما الثاني فالحكومة هذه كما تعرف اطلعنا في المملكة العربية السعودية العلماء والدعاء على أن حكومة مسلمة ونعرف الرئيس وكذلك الأزهر وغيره من العلماء، وإذا أتى منها أخطاء حتى لو اجتهدت وأخطأت لا تكفر يا أخي، يعني حتى لو كان بين علاقات دولية حتى مع حكومات غير مسلمة، الآن كل الدول الإسلامية ضرورة العولمة ضرورة العالم، أنت لا تعيش في كوكب وحدك، أنت مع العالم، مصالحك مرتبطة بدول العالم، اقتصادك سياستك فأنت مرتبط بهم، وفي الإسلام مرونة بشرك أن نتعامل مع هؤلاء ونؤمن العالم ونقول للعالم تعالوا إلى كلمة سواء ألا نعبد إلا الله. بارك الله فيك. سؤال الشيخ ويدي وحي اهيد قرح يا دعي مع المكهر ضد ارضي كل انتين قرح ضد حفاظ قرآن ارضي ضد اسلام اورلا يا كجرس ولي هاي سائلك اسمر كاسنا محقون كي سمحو يا هاي شيخ تاس وحوكي جا وحو عمل عدواني قاسة ضد كان مسلمين تأحدي لا وعكو قارة ضد مسلمين او بريئة اني وحكو قاران وح دين شريعة لا عقلا ولا شرعا وحكو بنان تماها مسألة ذكر ويدي وحير كوحها ساس بنيستي مكومة قاعدة كرنا قوارج شيخ وحيري مرة من هدر إنها كراسة صار صومالي عن مشكلة مشكلة كل قصة درنو عن مقاعدة وبحنو لكن حالنا شعبي صومالي هو مسلم وين يمرك أحد ذي كهشيان نسيو كلا مسألة الحكومة ذا يكوها للدولة وحير دولة مسلم وين سيدي علماء سعودي يكو أسهر كو بدن عالم كإشيان اسم مركز حتى هذي قلت إيشو قلت كي لقوم قال لك ما ذي كرو إن ذي كذا بنيستو ساس من الشيخ ناشلا أسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. جزاك الله الشيخ معك محمد طاهر أبو بانر من كلامي الشيخ صالح بن عثيمين نحن من عناية شكلنا ترسل ما شاء الله ما شاء الله 30 سنة من هناك الحمد لله رب العالمين. شيخ أول حاجة جزاك الله هذا الحرب يعني في الصومال هي حكمة من الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى ما يعمل شيء إلا بحكمة. أولا حال البلد لو كان ما في حال الحرب ما نجدنا نبلغ رسالة الله سبحانه عز وجل لأن لا يكون للناس إلى الله حجة بعد رسوله، وتجي الناس حجة بعد رسوله. هذه الآية أنا أنتظرك هذا التفسير. أما الثاني الآية الثانية ما معنى وما كنا معذبين حتى نبعد رسوله، فالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يقول وما كان محمد بن أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم نبينا. وما هذه الآية؟ جزاك الله شيخ تفضل. شكرا جزاك الله خير. أولا أشكرك لكنني أخالفك في فهم هذه النصوص. أولا أنك تستدل بالمعاصي على حكمة القضاء وأن وهذا أن ما دام أن الله كتب المعاصي على العباد فهي الحكمة ينبغي أن نستسلم لها، هذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة وهذا رأي جبري، لأننا نحن نؤمر أن نكره المعاصي وننبذها ونعلم منها مقدرة من الله ابتلاء، لكن لو قلنا هذا القتال حكمة من الله في الصومال وهذا قتلي لجاري حكمة الله كتب عليه ففي مصلحة لأن الله كتبه عليه، ويجوز لي أيضا أسرق جاري الثاني وقلت الله كتب علي لحكمة أرادها، ونقول إسرائيل يبقي في القدس لأنه حكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فهذا شيخ استدلال بالقضاء على المعاصي ليس بوارد عند السحب وليك تصح معلوماتك، بل نقول نكره الذي حصل في الصومال وراء أنه معصية وأن حكمة الله سبحانه تقتضي العدل والإنصاف، أما إذا كتب الله فهو ابتلاء سنة الابتلاء والتدافع، ونقول بل خطأ سفك الدم وهذا ليس في مصلحة وليس في حكمة، وإن وعلينا ننكر ذلك فإن الله يبغض المعاصي سبحانه وأمر عباده
حتى الله سبحانه لا يرضى لنا الكفر ولا الفسوق ولا العصيان، ولا يرضى لنا قتل سفك الدم، ونهانا عن ذلك، بل توعدنا بالنار أعوذ بالله على ذلك. فأرجوك أن تصح معلومتك يا حبيبي. الأمر الآخر، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معناها أن الله لا يعذب العباد حتى يقيم عليهم الحجة بالرسالة التي بلغتهم رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله سبحانه وتعالى يحاسبهم إذا بلغتهم رسالة ولم يؤمنوا. لكن ناقش العلماء في مسائل أنه ناس ما بلغتهم رسالة، يعني مثل في أدغال أفريقيا الله أعلم، مثلا في أمريكا الجنوبية، أو مثلا في القطبين الشمالي والجنوبي، يمكن ما بلغت. هذا الجواب يقال أو أما أن الله أعلم بما كانوا عاملين، الله يعلم، أو أن الله يمتحنهم في العرصات. في تلفون في الخارج شيء قالوا، في تلفون من الخارج يمتحن بذلك فما هو أعلم. أنا سأترجم يلا نسمع تفضل شهر الشيخ. لا يخل نقول بنا إن شاء الله تعالى خدك تلفنا بأي قيمتي حيسها بمينك برامج كان في صوارك يقيم هذا الله هذين ما أفكر على البيت كذا تقنام با وحن إذن كعود سنين هذا وذي أشقي مهر المركز الجوكتان إني من حبيرة وحمانة أما عيئة أما حيث فالحماء إن الهل كان كورنين إذن كو كرامين إلهي سبحانه وتعالى إيه فضيلة الشيخ أن عيذنا مبنانا إيه هذا الله فوشحنا لسكله هذه الشيخ وحينا كفرحين أرنين دليل ويدية بكاس إلهي سبحانه وتعالى وحوليه فسألوا على ذكر إن كنتم لا تعلمون أما هدوق وفوحي لهذا وإن كنت لهذا ما رتقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين مركز سيدة سينوء هاتوا خاتك تلافا كهرم أي مغشا هاراكم أخلاتكم السلام عليكم ومقعة عبد العزيز أحمد اسمان عنك صعد لأركم من هاي مدين مر داني ماك ماك صعد لسا كسولو محاد دوني سا شيخ إلا دي سا أفكاس كوي ديني سا طبعا بالعربي تفضل عمو الله يخليك يا شيخنا أسمعك طبعاً أشكرك ويعني تسعدني أسمع منك تلفزيون الصومالي هذا الليلة صوت ضعيف؟ ارفع صوتك عبد الله حركة عسنة نعود كنا نذكره هنا غادي تفضلاً أوكي عمي صبر وسواش هذا مرة بعد أعد هل سامعني هسه؟ نعم عمو الله يخليك يعني أنا سعيد جدا إنه أنا أسمع هذا الشيخ الكبير ما شاء الله إنه شارك في التلفزيون الصومالي هذا الليلة وأنت يا سيدتين أريد أسألهم يعني تفضل وأكمل لعمي السؤال شهر يزدور رأسي إن شاء الله تعالى وقتي هذا كفاية السنة شكرا شكرا أول أسئلة هي يعني ممكن تشي في كون عاون في الدنمارك والثاني أسئلة علماءنا اللي موجودين هنا في أوروبا خاصة العلماء الصوماليين أكثرهم هنا يساعدون أعتقد أنا الشباب ولا قيرهم ولا اللي عاملين مشاكل في الصومال يعني ممكن هذا يعني يقدروا يوقفوا هذا المشاكل اللي هنا بيساعدون هنا اللي يعملوا مشاكل في الصومال شكرا تفضل شكرا السؤال الأول قال هل ممكن أن تأتي هو يتكلم من الدنمارك قول هل ممكن أن تزورنا في الدنمارك إن شاء الله أحرص على ذلك إن شاء الله والسؤال الثاني قال بعض العلماء لهم دور في الفتن فماذا تقول لهم من أقول حتى العلماء اتقوا الله سبحانه وتعالى سواء كانوا في الصومال أو في خارج الصومال مسؤولون العلماء هؤلاء لأنهم الله سبحانه وتعالى استأمنهم على أمانة العلم والعالم لابد أن يكون عادلا منصفا يخاف الله سبحانه وتعالى يعني كيف يكون عالم يرى القتل يجري في الصومال ويرى الناس يستبيحون ويكفرون ويفجرون وبلد مسلم الصومال طيب يفرض أن الذي أمامه كما قلت أنا أنه صاحب معاصي أولا أو لكنه لم يخرج من دائرة الإيمان فبدل ما يكون العالم هو الطبيب الذي يداوي يقول غير تقين بيت عربي غير مر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس وهو عليل إذا كان الطبيب هو عليل كيف نطلب العلاج أقول يا علماء الصومال اتقوا الله عز وجل وحدوا صفوفكم أولا قبل ما نخاطب الشعب الصومالي يجتمع العلماء علماء الصومال ثم يقرروا الموقف الصحيح ويجمعوا شملهم على نزع السلاح أولا نزع السلاح يا أخي أردوغان طيب رجب طيب أردوغان زاركم قبل أشهر في مقديشو يقول في مخيم شيء يقول يهز الضمير العالم يقول أنا ما ارتحت حتى جئت وهو يعني ليس عالم حتى يقول ما حتى الفطر والكتب السماوية تنكر ما جرى فكيف علماء الشريعة أين موقفهم نعم سؤال ولكن ويد لبس سؤال هي سؤال روحي هي دنمارك من أول ما كرت شيخ وكوبا هالنهاي شيخ نحور وندلا يا سؤال شكل سائلك ويدي علماء قاركود ايا دور كلها ولفتقوا هذا دات علماء شيخنا علماء
ayaa wixii banaynaay wixii Soomaali ka dhacay dhigaas iyo waxa ka hadlaysan banaynaay marka sheekhu wuxuu ku cusaday culimada naftooda in nasiix la siiyo sheekhu marka wuxuu la yaabay wuxuu yiri tabiibka dhaqtarka haduu jiran yahay yaa dadka daaweynaya waa mushkilo xaqiiqatan maxay culimadu waa dadkii dhaqaatiirta dadka daaweyn lahayn wuxuu leeyahay fitanka Ilaahay subxanahu wa ta'ala ha kaga baqaan cilmigana siduu xaq u yahay u sheegaan isla markaasna wuxuu kasoo wuxuu yiri haddii nin aan diin aqaanin ama nin madaxa uu misaal usoo qaatay Erdogan oo kale uu yiri markaan Soomaali tagay ma irtaaxin markaan kasoo laabtay maxay waxaan kusoo arkay uu yiri marka culimada aan raxmada lahayn oo dadka aan u naxaynin oo dantooda gaar fiirsanayaan ilaahay subxaana wa tacala qiyaama halkii ka tegaya marka wuxuu leeyahay waxaan baraarujinaya culimada ilaahayna kaga baqaan dadka ay culamo u yihiin isla markaasna cilmiga inay reed marin ayuu leeyahay sheekh insha allah dhinac marin أنا أذكر الشيخ في صورة صورتان عظيمتان يعني مختلفتان وللإسلام أنا زرنا غالب دول أوروبا وأمريكا وآسيا وجدنا صورة صورة المسلمين مثل جالية الصومالية والباكستاني واللي معهم من العرب وغيرهم يعمرون المساجد وحلقات القرآن ويكفلون الأيتام ويحفظون القرآن ويعلمون الناس ويدخل الناس في الدين. أنا كنت في ميونخ أسوي عملية يوم الخميس جمعوا 6 من الألمان أسلموا مرة واحدة قالوا لأن جيراننا أحسنوا التعامل معنا وكانوا يزورونا في أعيادنا ووقفوا معنا فحببونا في الإسلام. هذه الصورة هي أجدر أو صورة ناس هنا مثلا في أوروبا يأتون ويستغفرون الناس في سكك الحديد وفي القطارات يفجرونها باسم الإسلام. هل هذا هو الدين الذي يقبل عليه الناس؟ هذا تشويه، يعني معنى ذلك أنه لن يسلم أحد. وفي بلاد احتضنتهم، أقول علشان استطراد، احتضنتهم هذه البلاد لاجئون أتوا هنا فروا من الظلم في بلادهم والفتن فأصبح الإنسان دكتورا أو مهندسا أو طبيبا وتعلم في جامعاتهم وحموه بنظامهم وبروا ربما صرفوا عليه برواتب ثم ينقلب إلى قنبلة موقوتة ضد أمن البلد هذا ثم يدعو بعدين يقول هذا الإسلام وهذا الإسلام الصحيح. هذا تصوير الإسلام يجمل بالبناء بإطعام الجائع بكفالة الأيتام الرحمة بعباد الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بارك الله فيك شيخ. تلفنا كجرة. نعم إن بدك كجرة كل شيء تلفن كل محارة. هلا وخذك تلفن. السلام عليكم. هلا وين مغشى داودها سيما مقلية باكو مقلاة. السلام عليكم. وعليكم السلام. سوري ما يعاون أم الخير. أم الخير أم الخير محدون سنة شيخ ويديسيد وموضوع عاوك سابسن مركو أبوه الرئيس وحان إذن لها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحان هفت إنا ويدي شيخ عاو فرصدا وفا إيريسته أي تايس آشي ذا مرحبا إن آن معناها قلال وليرادو إيا تاريخ إيو حي رسول مري ودن كان لك كجيره أو أهم الدين لا يسكوها يستو إلهي إن كتاب كيسو نوغو عدي وحي مركاس أنغا نو بنان إيو حي أنغا نو بنان نيمبا وحاقا إن آن شيخ ويدية سورة آل عمران آياد لواتن إيا سيدات وحي لاغحي حدي عن أخر كره معناها فصل كذا التقانين آية لواتن إيسيدات وأه إن معناها عن المؤمنين تكسك عن كافرين تلالا نقن كرين أولياها كدقان الإلهي أون اللي هاي مركزتنا ضد المسلمين تأه أما ضد معناها مرحة وضن كينا مركة أخيمها أي كالقاعدة يعني اللي هين معناها ضد كان نو إيمانا أنا نساعدة ملتريقة وصاحي بضين وولالهين أي معناها أي كتل معمان كوي كسو هرجي ذي مغا إيرابان حال هادانو إني قلبيهين والا إسكو ذا فاعسين هاي حدنا وحيرا هادان كواس وعذوغينا كواس نوحي ليهين لا إله إلا الله وأنو مغا ليسين كرنو dadkan dawladdana ay gaalaysiinayaan ama gaalaysiin ayagana la ilaaha illa allah ay leeyihiin kalmadii la ilaaha illa allah labadood way ka dhaxeysa madaxdina waxay leeyihiin kuwa gaalada ee waa saaxiibadeen oo waa la jirnaa kuwi kale na waxay leeyihiin waa gaalo way cadeesteen way inay macna ka ridoobeen diinta ayay macna kula culaytaan ee kula dagaalsiin
maxaa uu nasteexeen lahayn madaxda dowladda oo qaarkood xataa ayaga laftirkooda inay culumo yihiin aan ku tuhminayno ama aan u ictiqaadsanahay, haddana ninkii gaalka cad micnaha gaalka ahaa leh waa saaxiibkeen oo waa walaalkeen. Su-aashaas waa su-aasha aan qabo, iyo aayadda aan isoo weydiiyey ee suurata Aali Cimraan aad bay umaasantahay. Walaal waan ku maqalnay arintaadu, si fiican inoo soo gaartay sheekhana waanu weydiinayna insha allahu tacaala. Sheekhu Suule, waxaan umaleynayaa su-aasha gabadhu inay tahay marka xalka halkeeda, yacni inay tahay in dad muslimiina gaalo loosoo kaxay, soo madaxa looga garaaco oo muslimiinta la baabiiyo, dhiiggooda la banaysto, iyadoo gaalma gaalo la kaalmaysanayo, diintu maxay ka qabtaa? طبعا الاخت ام خير قالت ان مشكله الصومال حاليا هي مشكله دينيه. فانا اسال الشيخ تفسير قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين في سوره آل عمران. قال كيف ماذا نقول لهم اذا قال الوزراء والحكومه كلها هم يقولون هؤلاء الكفار سواء كانوا اثيوبيين او اوغنديين يسمونهم اصدقائنا، والذين قالوا لا اله الا هو المجاهدين سيسمت هكذا فيدعوهم انهم عدوهم، فماذا تنصحهم الحكومه ومن يكون الحق يعني على هذا؟ نعم. او اشكر ام الخير، هذه الفتوى انا قلت لكم لا يفسرها الناس، لا الوزراء ولا المجاهدين، يفسر العلماء، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. العلماء يقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولياء من دون المؤمنين، يعني يتولونهم ويناصرونهم، يناصرون الكفار على المؤمنين ويتبرؤون من المؤمنين ويكونوا حزبا واحدا مع الكفار وفي نصرتهم وفي الدفاع عنهم على حساب المؤمنين. أما أن يأتي حكومة تستعين مثلا بأناس بضبط الأمن وتعاونهم بشرط أنها ما تقتل المسلمين ولا أنها تكفر بركن من أركان الإسلام أو تخالف شيء تأتي مكفر، فهذا بارك الله فيك ليس في حرج، لأنه أنا لا أرى الآن ولم أرى عالم، أنا جلست مع العلماء ورأيت فتاهم في الصومال، العلماء المعتمدين لا يرون تكفير الحكومة موجودة إذا أخطأت حتى في تصرفات، ويرونها إسلامية والعالم الإسلامي الآن معها. أما أنك تأتي وتتأول وتقول أنهم اتخذوا هؤلاء أولياء، هذا هو أصلا فكر الخوارج، أنهم قتلوا علي بن أبي طالب بهذا، قالوا لعلي بن أبي طالب أصلا أنت حكمت الرجال في الخلافة. قال كيف حكمت الرجال؟ قال أنت حطيت أبا موسى وعمر بن العاص، هذا تحكيم الرجال. قال الخلافة أهم أو قتل الصيد؟ قال فأتى ابن عباس وحجهم ابن عباس، قال الآن حتى من قتل جرادة فيحكم فيه ذوي عدل منكم، يعني رجلين، وقتل الأرنب. طيب والخلافة الإسلامية ما يحكم فيها رجال؟ قال طيب علي بن أبي طالب، هذا القرآن، تقول القرآن يحكم؟ قال القرآن يحكم بيننا. قال يا قرآن احكم بيننا، القرآن كلام الله لكنه محفوظ في المصحف، احكم يا قرآن. يعني القرآن لابد من رجال بعلماء. قال ابن عباس أهل القرآن هذا يحكم، نعطيكم المصحف؟ فهذا الفهم جعلهم يفهمون فهما آخر. قالوا والى علي بن أبي طالب وقتلوا، من هو علي بن أبي طالب؟ أمير المؤمنين أبو الحسن الذي هو من منزلة الرسول صلى الله عليه وسلم، منزلة هارون من موسى، قتلوه وقتلوا المؤمنين. هذا أعوذ بالله من حمل هذا على غير ذلك. حتى الشيخ منهم من طلبة من تخرج من جامعة الإمام من حكومتكم، منهم من تخرج من الأزهر، يعني هم بيوالون أمريكا على الشعب الصومالي. لكن يا أخي لابد الأمن يستتب، وعندنا حتى في أزمة الخليج أفتى العلماء عندنا بالاستعانة بالقوات الأمريكية، منهم بن باز بن عثيمين اللي درست عندهم يا أخي وغيرهم، في صد العدوان من صدام حسين. هل هذا صارت كفرة الدولة عندنا وكفر العلماء الذين أفتوا بذلك؟ لا، لكن ما تقوم المسألة إلا بمصالح دولية ودفع، والتي أحسن حتى يستسب الأمر في البلاد، لأن الحكومة ضعيفة عندكم، ليس عندها قوات، لا عندها دبابات، ما عندها طائرات ونحو ذلك. نعم. شيخ مركة وراء وحجيري أن آيات وحد من يساوير تفسير كذا إنه قلديها دتك سقر الله وشاغي من أركنه العلماء معايا لي أن ولاية وإلى آيات الشيخ يسو وقفك إنه تلد وليبتو أي وحكست ومؤمنين تكاقا إحضو، لكن إن لك هالميستو آيات مديريسو وحاماش أسكاعت إنه كلا صار الشيخ الولاء والوفاء يكرا ساري وقفك إنه وفي النقضو هدو قف مؤمن السجار سيو وقف ويرتو سادة راد يتشيق وحولي يهي ما قانو يري فكر كاس. ولذلك ومسالة علي وخوارجت يكو حكمين علي إنه وحكم ضد وحكم قديم لا حكم إلا لله إريهين شعار كسيقاتين شعار ونكسن قرآن كله حكوتان. طبعا مركو خلاف في علي معاود إرادة وحلو حرصار لما قفود أو أبو موسى الأشعري
iyo en عمر بن عاص marka taas ay ka soo horjeestay waxa yiri sidee aad Cali aad ugu xugun u dhiibatay xugun inay gooyaan dad ashqaasa markaas wuxuu ku yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu xugun ku dhiibay dawaad niminku ah laba arnab ama laba dhaga bakayle ama xayawaan inay xukumiyo hadii la iska dilo inay laba qof ay xukumiyo marka khilaafada ma ka weyn in xukunka markaas wuxuu yiri maay quraanka wuxuu ku tumeynaa quraanku waa kalaamka Ilaahay la soo dejiyay kana laakiin asma hadlayo wala dalika dadka la dhahay quraanka ما مسألة علادة تفسيرك أي سارين أي علادة وحير علماء ما أركنوا إلى مركا أنك أكتئن واجي حرب العراق أيكها هذا الشيخ علماء وعلماء علماء ووين الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ عثيمين بن عثيمين رحمه الله أي افتولين إن الله كان مسكر حاردة سو كلام مركا وقفك وعرير كوجر اسم مركا اسمه فتنك وين لقى عرايو مركا هدي لو حكم مركا دولة السعودية ده الشعب السعودي إن قاليهن ومصيبة ويري مركا هدي دولة دبابات هيسن وحيسنين ay kaalmi wax weydiisato een waxa wanaagsan inaan lagu xukumin waad way gafi karaan laakiin in gaalnimo lagu xukumo ama la yiraahdo wala ay ka dhigteen tafsiirkaas meel aan ku arko malaa culimadana wax ku fasirsaas ma la yiri illa ninkii rabo inuu wax taawiilo sida khawaarijto kale oo calaam asaas kula dagaalameen naam fi kalima qasira wariita tarjumaha ana kul liman yahmal as-salah wa yukaffir an-nas wa yufajjir wa yaqtul wa yukaffirum atahaddaakum amamakum a'tuni warqa minkum wa la yaqbalu لا تأخذون كلامي أنا مثلا أنا أذهب بهذه الورقة إلى علماء هيئة العلماء ولما أتأكد من فتواهم ومن إلى الأزهر أذهب بها أنا وإلى اتحاد العلماء المسلمين وأنا عضو في اتحاد العلماء المسلمين والدكتور يحيى الهنيدي عضو في اتحاد العلماء المسلمين وهم أربعة من عالم يرأسهم الدكتور يوسف القرضاوي اجتمعنا آخر مرة في اسطنبول هؤلاء العلماء كلهم يرون أن القتال في الصومال قتال فتنة وأنه محرم وأنه لا يجوز إذا قبلتم إن كنتم مؤمنين تقبلون بهذا هل تظن أنه سوف يعني يكتم العلم علماء مثلا هيئة العلماء ويكتم الأزهر الشريف ويكتم هيئة اتحاد العلماء المسلمين هذا علماء الأمة الإسلامية لن يكتموا لن يأخذوا في ذمامهم فالقتل في الصومال قتل المسلم المسلم حرام وهو قتل فتنة أقول ألقوا السلاح وتعالوا تصافحوا تآخوا ادخلوا في السلم كافة يقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم نعم شيخ كلمة مهمة أيها الشيخ ومهمة وكعسد ولي إن سيادة اللو ترجمه أن أحيري وحان ليه قلوا إنك خبك هستاد وقال لها أنك أيها وحينا صحة وحسوقر ورقد وكوشي إيسان وما كدليل لدينا كعدين إيسان إن دتك قاليه إن الله دقال من أي واجبته أنا أيانا وحني بلن قادة وحن جينيا هيئة علماء كبار علماء سعوديين وجينيا وحن جينيا أسر الشريف اتحاد العلماء والمسلمين وشيخ قرضاوي نحفظه الله وحمد حوي هاي أيام وجينيا أنت صدم بعلماء وحيسكوا فقصيهم تقال كصومالي كصعود إنه جهاد أهين مرك حدا ذيك أمس سنتين حدا دت مؤمنين تهين حكم أقولشي إن الله حكم قارو أما علماء كلا أجرتوا أما دت كلا إسمات كصعود عيان أما أيذنك كد علم بدنتين تعالوا نحتكم إلى عدة أرتان وعلماء أنا حكم شيئاً ومعروفين مركب معقول ما أنه هيئة علماء مسلمين سعوديين يقرسوا علم كتمان علمي قصة ما يزو أسهل الشريف صلوه قال اتحاد العلماء وأسهل كمدي هاي ودكتور يحيي دادك علماء هل كان فرد هاي كمديهين وحول لي مركب وحن لين لهو بكالليغا إلهي كبقى أن حكم تغن حدي أوحكى لأفنه دون دان إلهي أمد المسلمين تا ما أنت فتنة ويككفتون تا عدو يدي أيام ملكة سكرة سنايو إذن كنا سببها ونقنينا إن ودن إلا سومر إن قطو خبك ديغا ودخول في السلم كافة والإسلام لماذا قوة قاطة وحات رتان وهي الإسان عدكة وهي الإسان آخرة أي دون ذلك قيل بالمركة تلاسة يولي الشيخ إن شاء الله نعم شيخ وحلا يا با إن سؤال بدنا ندرس سؤال هذا سويدين يعني جيران أو مهمة إن سؤالها سو حكم إذا إن قرحة هذا كذا عم قدي شو أمام نواحي هذا كله وح كل امتداد ما تاعه وح بقلب سن ودولتنا أن لجنا قليها قرحنا يلا كجيرانين إن ذات كات إن تيدي جودة إن يا الله هيستا يا سكمل سورة أمام الله ما لنت قيام هذا نعم فالأخ سائل دعنا هناك أسئلة وردت فقال هناك تفجيرات ويموت فيها الناس أبرياء فمن يكون ماذا يكون حقهم هؤلاء أين دمائهم يعني هل يعتبر قد انقطع ماذا نقول لهم فطبعا هذا سؤال جميل موجه إليك يا شيخ إن شاء الله هذا قتال فتنة
المجموعة التي تقوم بهذا تتحمل دماءهم أمام الله يوم القيامة، وفي الدنيا إذا عرف من هذه المجموعة فإنها تحاكم حكم الشرع، تقدم العدالة المحكمة الشرعية. لذلك ينبغي في الصومال تقام حكومة شرعية أو محكمة شرعية بقضاة يحكمون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه وسلم. وهو أصلا نعم، وأصلا في هذا المسألة ينبغي على العلماء هناك أنهم يقيمون محكمة تعرض عليها الملفات هذا وحاكم. أما هؤلاء الذين قتلوا فهم شهداء بإذن الواحد الأحد، أسأل الله يغفر لهم، وتأتي إذا استطاعوا يمسكوا على هذه المجموعة يحاكمون في المحكمة الشرعية ويقتص منهم، وهم قاتلوا قتل عمد في الإسلام لأنهم تعمدوا هذا المجمع، هذه المدرسة، هذه الجامعة، فيدانون بهذا إذا اعترفوا لكن تحت حكم الشرع في محكمة. نعم إن شاء الله كجوا بارنتاس وحلي هاي قولوا إن كاس هرتضت كدنتي نحسبهم شهداء يعني حسابنا إلهي درتي، لكن وح حق له علماء إذا كذبنا به إن محكمة شرعي أي أي سميان إذا مركز صندت كاس محكمة شرع لكن محيالي دل كاس أي 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 كاستين أي جستين محيالي إن أما دي بحنايان هنقضوا أما حدو قطع كي هاي محيالي قفك مسلم كا ما بنانا إنسان سو كلو جدير آيات القرآن كنا وشيعين ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات إن إلهي سبحانه وتعالى نوشي قايو إن حتى صلح الحديبية لو قرر يبي دقال إقلي لهايين ضد مسلمين أو لم يعني أكسونين مركا معرى أياكو أجيبه سوء أها مركاس حكم إلا سارو أي بعض العلماء قبا مركا حول لي ضد كاس وإن محكمة شرعي لسوء استاقة حقه الله قادة إن شاء الله. شكرا خاتك التلفون أقول بإذن الله. هلو مهم غشا ها وكم أخلاي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صاحب سؤاش هذا وهذا كوبي إن شاء الله. ها وي كومنت هاي لكن وحلقه الله سما اريما بولشيد سيده وان كان دكو قر نعم ان شيخ وحن ربينا ويديو ان دباتا يا كدعدي سومالي كليما هن ودمو بدنو اسلاما بدكودين وحي او قحين يوروب وحا هلكاس كو باباي بولشيد اسلام كات يوروب سو قحده بدنكد مسؤول مكيهين دكن دولها سيده خليج كو كلا لابيلي كري اما ها يا با عم يقول هذا هو كمان اللي نخليش كمان كان لنا نبك الصومال يكتاعن يقرحين اللي بعترى يعد كمسؤول الدين في الإسلام كإن شاء الله تعالى خليش كمان كنا على مقصيصه نرجع كنا خدك تلفون السلام عليكم. هلا وين مغشى وحنجعلها إن شاء الله تعالى إن مركز خدك تلفون صوب عشان سؤال شو يسأل شيخ أكوها بون دواعته هي قرحة كذا عية هي دة كلامه بغنين دواعته كيران دول كذا وكل الله دم هذا نبغى عنا إياه ما يعصب ولا دم هذا إسلام كومارك سبحان الله مسوجيدية لكن مدون كهذا الله قفل السوق حق السوق الحيلي هي قفل السوق حي هي دواعته قف جوني سوق قرتي تصحبين كرايا هندون تعديل هي هذا لكن خدك تعرف كانت كيف يستن سؤالها إن شاء الله وتعالى شو عثمان سؤالها دتكو إسويدية وحيدة هاي markii qarax muqdisho uu ka dhaco oo dadka maatada oo ay baabaan waxa la yiraahdaa ujeedadeenu ma ahayn maatada inay baabino waxa la ujeedna dadka dawladda iyo xukuumadda taageerayo in waxa la loo dilishada xadiiska oo horeeyay kitaabka saxiix bukhariga ee yiraahdo in ma la'amalu binniyat tafadhal naam قال في بعض التلفزيون الاخوه الذين يقومون التفجير سياتون بعض المرات الى التلفاز فيصرحون فقالوا فيقولون نحن ما كان قصدنا ان نقتل هؤلاء الابرياء انما كنا نريد ان نقتل هؤلاء الجيوش فمستدلين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات فهل هذا وارد يا شيخ؟ كلامهم مردود عليهم وحجتهم باطله وهم قاتلون بلا شك ولم يؤذن لهم بالقتال اصلا لانه قامت حكومه في الصومال، من قال لهم اصلا؟ من سمح لهم يقاتلوا؟ من سمح لهم ياخذوا السلاح؟ يعني كل مجموعه تاخذ سلاح وتقاتل تريد الكفار في دولة وثم تقتل المواطنين المسلمين ثم تقول ها نعمالنا ليس هذا صحيح الحديث ليس منطبق عليهم لأنهم قتلة متعمدون القتل. وأما قتل الكفار فالحقيقة أن في الصومال الآن في فتنة والقتل في الفتنة محرم والواجب يلقى السلاح كما قلت إذا في الصحيح إذا التقى المسلمين هذا قتال فتنة بسيفهم والقاتل مقتول في النار. يقول العلماء في البلد الذي تقوم فيه فتنة بين المسلمين عليهم أن يلقوا السلاح جميعا ويتحاكموا فيما بينهم من الكتاب والسنة. العلماء وقل هنا إذا عجز علماء الصومال أنا وأنا يعني هم أفضل مني وإخواني الشيخ محسن والشيخ يحيى وغيرهم
يأتون باثنين أو ثلاثة، أنا أذهب معهم إلى علمائنا في السعودية، إلى المفتي، أذهب معهم إلى الشيخ القرضاوي، قد كلمت آخر مرة مع المشايخ من شأن أردوغان عشان موقف ليبيا، وأذهب أنا وياهم الأزهر لأن هم شيخ أفضل منا وأعلم منا، ونسمع منهم. إذا عجز علماء الصومال يعودون لعلماء العالم الإسلامي. نعم الشيخ وحلي حديث كاس يسود للسنايان، وإنما العمل بالنيات وفهم قرض أيك قاتل محيي لي وحلي هرت مركه رياء أصام محيي أيك إن اسم جعابان أي رهان النجا يا قال هذا درينو يوم مجعاب دولة يا ماشي كجرتها دولة داس يا جوانك جاري كرتها دي قال الله قال هذا قالوا مصلحة إيه مضرضة وقياس كرتها، لكن إنك استو أدو مال استيقو إلى قال يا الله قال ما يا فتنة يا دعيسو وقال هذا نصاص مع لو مجدين لو قد قال دليل لما ها مركا أردت أسوي كل ديهن وعلينا ودد ودد كاس أدلوه إذا مركا أسمع علينا هاي علماء وحليهن واحد صمالة كدعى وفتنة فتنة ذن وواحد لسكوا فخسيه وهي إن هو كلا ديهو ولا وضع هذا ما نحل كلام لها أي نقل يسأل لك أي إن اسمك عابان يا دورتي يا يري إذك أنا جن مسرة مشعب جايري يا 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 أبنه إن ما جعنا إذا يكودنا نجو مسلمين ساس أكله نينك مسلم كا شيخة إن حاضروا إن كيسو حنا وش يا جمارك قارقود إن قفكم مسلم كا قفك كله وحيد المسلمين تتكافى دم مركو كهاد الحديث كا إن دمتهم أدناهم دمذو ذواميت مركي الغداء قف مسلم قف كمدين جري قف كله إنه طاب تمام مسلم على الأقل قف مسلم كا أمهاني أي النبي عليه الصلاة والسلام وحلي قفك هذا ما جيرس أنا جن ما جلي أنسينا نعم خذك تلفك أوجد بينا محمد أبو سني سال الله تلفنا كهر من هذا كحية إن شاء الله. I'll give it to you, brother, after this phone call, inshallah. شكرا. And خذك تلفون كقف كهر. السلام عليكم. Hello, my magasha. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. And عمري تفضل كسلوا برامجك. And والله سعد سوا برامجك. ها والله سعد. And محد دوني سأل ويدي سعر وماذا. And واحد دوني أنا ودي هرت مركو كهر إسا. And واحد سلام يا. مركو كهر إسا واحد سلام يا علوم هذا. أجرت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد السلام وحن ربينا ويديو سأشي ذو حواي أنه وحن ايدد صومالي وحن ايدد اسكو دين وحن ايدد اسكو مذب وحن ايدد اسكو لغض حدنا امتحان بانا هايسا وامتحان كان وامد إلهي نوكيني سبحانه وتعالى لقال الله بنام بان سوقلني waxaan isku soo leeynay qabaail qabaailki markaan ka soo gudubnay haddana waxaan isku leeynay hadda isku leeynayna in diin shacab badan oo Soomaaliyeed baa ku baabay qaar baa ku hantuway qaar baa ku qaxay oo maaragtay meelo dhaadheer ama musiibooyin kale la kulmay oo badahaba ku daadanaya qaar baa abaara ay ku dhaceen oo wax u kulmay su'aashu waa maxay aan su'aashin doonaynaa markaas aashida waxaan rabaa aniga oo intaas oo dhan tusaaleenaya sheekha annaga hadaan soomaalinahay manihiin dad heshiin kara wa soo gaabinaya walaalkay hadaan soomaalinahay manihiin dad heshiin kara oo isku tanaasuli kara oo isku naxariisan kara waana aragtaa waxa dhacaya dawladana uma naxariisanayso shacabka iyo dadka hoos jooga oo dhib badan bay ku soo binaysaa kooxaha kalena inta in ka badan bay soo binayaan marka su'aashidu waxay tahay culimada islaamka ma noo soo gurman kartaa maadaama oo xataa culimada Soomaaliya ay ku kala qaybsan yihiin fikirka ah in kan dhex taagan oo dagaalka ah sidii loo xalin lahaa culimada Islaamka ma awoodi karaan in ay gud noo soo diraan ama yimaadaan ama culimada Islaamka laftigooda ay marti qaadaan iyagu oo dalka Saudiiga haday rabaan ku marti qaadaan dawladda iyo culimada Islaamka iyo dadka cuquusha iyo dadka Soomaalida oo wax garadka oo culimada ah inay iyagu dhexdhexaadiyaan maxay la anagu shacab baanahay shacabkana markastaba waxay u jilicsan yihiin hadba qofki ka awood badan marka Soomaaliya wax ay xalisan karto ma ay jirto culimada Islaamku wax ma noo qaban kartaa su'aashaydu ma tantaa in badan ba waqti u siiyay waxaan jeclaan inaan taabtiin meesha qasadka weeye laakiin ma tanid dhinaca kale telefoonka salaam aleykum halo way magasha okay qofka ayuu maqalayo شيخ عثمان هذا الكلام ولالك الشيخ رأوت رجيم دمنا حسين لقوليان تاني من باركارتي برنامجك ولا تفضل نعم هذا السائل يسأل قال نحن صوماليين شعب واحد وديننا واحد ولوننا واحد ولكن نحن مرت علينا حروب أهلية كثيرة ولكن آخر ما نعاني هو حرب دينية الآن حرب فئات كما يسميه
فهو يطلب يعني، فهل من الممكن أن يقدموا لنا العلماء المسلمين ما دام الناس لا يثقون بين يعني المتقاتلين سواء كانوا حكومة أو من قبل الشباب، هم لا يثقون علماء الصوماليين فيتهمون حتى هم أنهم يعني منحازين إلى فئة معينة، فهل من الممكن أن يقدموا لنا علماء المسلمين يعني مبادرة مصالحة سواء تقيم في السعودية أو في أي بلد هم يفتوا هذا الموضوع؟ يعني عموما هو وجه للعلماء الصومال بل الشعب الصومال دعوات خلال القنوات من القرضاوي ومن غيره، حتى اذكر مرة في قناة اقرأ سألنا السائل في رمضان قبل سنتين فوجه رسالة وغيرنا ممن هو أعلم وأفضل. الآن يمكن أن إذا كان الإخوة يقبلون هذا فيمكن أن نفاتح الإخوة المشايخ عندنا ونفاتح الشيخ القرضاوي وأيضا نكتب أنا والإخوان وطلبة العلم الأزهر، لكن هل يقبلون ذلك؟ لأني أنا طلبت أمرين، إما أن يكتب لنا الإخوة في الصومال من العلماء ورق علشان نستند إليها وأنا نذهب بها، وإلا يأتي وفد منهم 3-4-5 ويقول نحن نمثل هؤلاء وهؤلاء الذين يحملون السلاح ونرضى بحكم علماء الإسلام. هل يظن هؤلاء علماء الإسلام سوف يظلمون أنفسهم يعني يكتمون العلم؟ يعني لماذا يكتب الأزهر كله والهيئة كبار العلماء عندنا واتحاد العلماء؟ فهل يرضون بحكمهم؟ وهذا المطلوب شرعا أن يتحاكموا إلى الكتاب والسنة. فإذا هذا فحاضر، إما أحد أمرين، يكتبوا ورقة علشان يكون طلب منهم وإلا يأتي منهم وفد. أما قضية يعني يتكلم العلماء في القنوات الفضائية قد تنفع الله بها وكذا، لكنها ليست كالحكم أو الفتوى، فهذه موجودة وأكثر العلماء الذين جلسنا معهم يرون أن القتل في الصومال القتال فتنة. نعم طبعا قبل أن أجيب على هذا المعلوم الشيخ، نحن كوننا هيئة العلماء المسلمين والتقينا اتحاد العلماء في الصيف الماضي في الدوحة والتقينا بالشيخ قرضاوي، ونفس الشيء احنا كنا المبادرة هذه بدأت ولكن للأسف أن الطرف الآخر حامل السلاح لم يستجب لنا حتى الآن، وما زلنا نحن نجد لهم أمل يعني حتى يسمعوا لنا ونذهب مرة ثانية إلى أي بلد عربي. طبعا شيخ وحو يري أنا قد ديارة أنهاي إن مبادرة سأسمينه هدان هنو يردد علماء أسكو حرن أو مركز نوص وقرأ أو مركز اتحاد العلماء اللو جيه فتو كلي مباهن أرنته، لكن أطراف الصومالي وأنا أقبلان أنا إنه حاول شيء إن الشر دوحة كده أي وفئات علماء لنا كيقيب قلت، لكن دنا على الشباب كإن إلا هذا طرف لجهينين إسم مركزنا سيل الله فريسته وأن إلا هذا رئيس كده كوجرنه سيان أهلنا مركزنا وحي شيء أنا إن الله ليسو وحي حكومة كوكال دنتها إن مركز ليسو ديجا مركزنا مرك مبادر ويسعته مرك طرف كأنسوق إنه وطرف كهوب كهاي ويهدا، لكن أطراف تكله سيد الشيخ بشير أذكرنا إنسان هي أدي وهذا كهلا هي أي عنوان بدنا كم رئيسن تاعي ولا اللي هي وأنا جعانتين وفيسن تاعي حق إنك وضع هذا أنا وإلهي كبقين عدنا وإحنا لكن يا نمق لاي ونو إيماني ومركا وهذا هذا الجرا. نعم بقول بس قصة قصيرة. نعم أنا حاور أنا والشيخ سعد البريك في السجون في السعودية المتطرفين اللي يحملون السلاح ومنهم من فجر، فنقول لهم علماءنا كلهم ضدكم، الشيخ بن باز قبل والشيخ بن عثيمين وكذا، قالوا هذا علماء دنيا، بينما الشباب هذا بعضهم في الثانوي بعضهم متوسط، فإذا كان الشاب يحمل السلاح عندنا أو في الصور شيء ويرضى بفتواه هو مقتنع به ويقتل المؤمنين ولا يقبل علماء، أجل معنى ذلك أنه خلل في المنهج، خلل في التفكير، خلل في فهم النصوص. أنا ما ذكرتكم من العبرة يعني ناس يفجرون عندنا في الرياض ومكة وجدة وأبها، ثم تأتي إليهم وتقول يا أخوان العلماء، قال ما العلماء؟ قلنا فلان وفلان، قال هذا علماء دنيا. طيب فين يأخذون من أي علماء؟ فإذا وصل التفكير هذا معنى ذلك أن في خلل في المنهج والتركيبة والتفكير. نعم شيخ وحو يري أرن عجيب أيوك الشيخ وحو يري أنا يا شيخ سعد بريك أيا وحان دول لقلنا يري يقولوا إنك سعودي قرح كوذي رياض مكة ميالا بدا قرحي كسميناي مركا مشكلة ده هيستو وحو يري مركا لكل انت أتراهيد ورأرنت يا محاها هيستان ودليلة علماء الشيخ هبر ساس ويري الشيخ بن باس ساس الله يرحمه وحا مركا تراهيد وحقول كواس علماء وعلماء الدنيا وكلية ومسلمة ومركا ويري هدي علماء دي مسلمين تدن اي كوكر صرايين هدون ان لان يرى اوه بايو او تفسيقنا او تبديعنا لا كواس وسلطة دي لجران اما او اساد حكم اسكاقر دايو ماشي تو حكا عدو المركا خلال ايا فهم كنصوص تكجرة خلال ايا منهج كيو عقيدة دي كجرة محايا لي دينتان وعلى سكسو دحلي او نين بو كقاتي نين كادو مال وكقاتو هاي سنين
وأسأل إسكو فتوانه ونين عالم مركي لو شيخه وأسأل فكر كيس كسور جيدة يراهم شيخ أسوا عالم دنيا ويوي أم عالم وسلطان وي خلاص أسوا قان راعته وواحد وطن كان كده عاي ويسوم مرن لكن ما صورة كشيء إنه دوت لجالان دتك إلى هنا بدنا نكونه مركا نين كنا يرى حرصان معها نلاش معها إنه دتك ساس ودنتان أود الله ده نمرها ومانت قال إسكا قد عيسى حقيقة وي لو يتم صنع دجال ميسا مرنا ده عررتد مرنا وحواق رحيسا حقيقة ده مركو عيتها والحرب ما أهنسان قول هذا أدقاري كرتيد إلهي سبحانه وتعالى صنك كوني لما قلافه وإلهي سبحانه وتعالى جهاتك وحو كله وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أودين وإلا سكدون هي مركا أودي أديها ما لنتاريو محاد عينك ورابك دي ليسا ومسنك وقلاها هلكي أودك هليسا مركا شاكو عليها خلال أياد جنوين هدي قفك علماتي ولون قلها هدي اللي يرى علماء الدنيا وعلماء الدنيا وعلماء السلطة هدي اللي يرى خلال أيامنا جكو جو مركو حويل أرمتها سألك الدكتوناك أوكي شيخ وسوق بقبيل إن شاء الله تعالى وحنا كعذر دارنا وقتي ولا قلنا ما ذي يا شيخ ومال فكيم المركب وحربنا إن ويسير شيء دبنا شيخ وسوي إنه كلمة أخيرة وسوي له دبنا كعك سوق بقبيله ولا راح سؤاله دوني وإجرها لعنة وقتي ولا قلنا ما ذا وجد نا ولا راح وشيء إن شاء الله تعالى برنامج كارمها بنشد أيه وكل عدونا تان هولك الدقمة إيلين جيمبر كاس إن شاء الله تعالى دي له إلى هذا وأن دوني إن كسر قبل شهر كسر لوجد دولي دونا question time style program oo looga duuri doono aqoonta carruurta Soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa iyo sidii looga hortagi lahaa crime ka carruurta yarka ay galiyaan in barnaamijka hadda doonaysan ka qayb gashay insha Allah ta'ala emailka iyo magacaaga iyo taleefanka ku reebisa iyo khibradaadu waxay taasaad u qayb galay dabeenana kula soo xiriirina Sheikh Rasool su'aal dhamo Sheikh Weedin ma lahan fadlan waxaan ka codsanayna inuu noo soo gabagabeeyo ogana mahadcelinna waqtigiisa qiimaha badan xilligan ama barkii ay tahay meel fog loo ka yimid in anagoo aan ku hadlayo codka shacabka Soomaaliyeed ee diinta iyo wanaagiisa ma jecel tafadir barakallahu fiik tabaan shaqa huwa yaa'tadir an barnaamij sayntahi laana shaq jaa min makan ba'eed wal waqt mutaakhir fa nahnu nurid an nunhi hada al barnaamij wa nu'ti al kalima akhira al shaykh yaani madha yaqul li sha'b al soomaali awwalan ashkur ikhwani alladhina sharakuuni fi ada hadhihi al halqa وبلغ أيضا حبي ودعائي للشعب الصومالي وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع كلمتهم على الحق وعلى السنة على الكتاب والسنة وأن يهديهم سواء السبيل أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع الضائق عنهم والقتل والمجاعة وأن يغنيهم من فضله سبحانه وتعالى كما أسأله سبحانه أن يوحد بين قلوبهم ويؤلف شملهم ويحقق نجاحهم في الدنيا والآخرة وأجدد سلامي وطلبي المرح لهذا الشعب العظيم علماء وعامة أن اتقوا الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في المؤمنين اتقوا الله في دماء البشر اتقوا الله في دماء المسلمين وفي أعراضهم وفي أموالهم وسوف يسألكم الله سبحانه وتعالى أسأل الله الكريم بمنه وفضله أن يعيدنا إليه كما أن يقول في المهم الإخوة الذين عليهم السلاح أن يذهبوا ويعلموا الناس العقيدة أنا زرت دول يتمسحون بالقبور وبالأضرحة علموا الناس العقيدة علموهم القرآن حفظوهم السنة أطعموهم شاركوا في البناء كما قلت خير من سفك هذه الدماء التي سوف يوقفكم الله يوم القيامة عندها ويسألكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بارك الله فيكم شيخ وحكومة علي شعبك الصومالية يولا لها برنامج كسوق مقابيبة مر لبعض يحول تهنيد سلانت إلى جارسينا شعب الصومالية وحن له المركب كسوق بجبي مركو نود دعي كذب إلى هدوء على صنو أقبله وعيري دتك دعاء علماء وحن كل يهر اتقوا الله إلهي دتك كعب صلي جود يو كعبقة دين تحبها أنت حفافين دين هول وين أي ناس ويسو ديجاس أداد نسان إلهي كعبقة أي كسوق بجبي أصور رجيه شعب الصومالي إنه مالن أرنتان كبحدون إن شاء الله إن شاء الله تعالى حكسو قبل جميلنا إن سد مغلسي من توه كده بون رهينا مجبتو حن كعور دارنا دسك خد كتلفون كي وراها كان فريق مكرفون كان جارسين ويني إن واحد يسند دليل كي ديني جاها أو كتاب كله يسند الرسول صلى الله عليه وسلم كإيماني وتعيها وذن الوعي إن شاء الله تعالى وحن ينكي تجي أنا قوم هذا علمي مركو مال فضيلة الشيخ إيش عثمان وقرب فريق سلاكلا إذا ما وراها كان فريق أنت خد كتلفون كسو قبل شيء برنامج كوه aan isku dubarida ama samaxal laha producer ka abdalla aan abdiqani oo cameraman AJ iyo ahmed oo isna gadaalka hayay cameramanaha intaanu kana kulmi doono abdaxfiin xumulinkii tii taqwa allah subhanahu wa ta'ala iyo minni assalamu alaykum